اليوم نفتتح المشروع الأكبر لخدمة الشباب الفلسطيني، هذا المشروع باسم العلامة الكبير فضيل الورتلاني، نخلي ذكراه في فلسطين. هذا المشروع أتى بتبرع من الشعب الجزائر المعطاء الذي ساهم في بناء هذا المشروع الكبير في قطاع غزة وخلد ذكرى المرحوم فضيل الورتلاني. سيقدم الخدمات الرياضية والثقافية والتربوية والتنموية والتدريب والدورات وورش العمل والعمل عن بعد للشباب الفلسطيني، للفتيات الفلسطينيات، لذوي الإعاقة. We'll be right back.